ما فيش ما تعمل. منظور في حدي شبابيك مسكرة ودامه متربس تربسي منين بدي تفوت الحرامة؟ سمور شو الحالة هاي؟ ما عدمت لا ليل ولا نهار. رعتني على الفاضي امي، رعتني على الفاضي. 100 مرة قلت لك المصاري بينحطوا بالبنك بتحكي فرشة. هلا كل ما تهبت نسمتها ومنفكرة حرامة بنرتاح. لك لا سمور لا، انا سمعت صوته وهو عم يحرك الترابيزة. شو هالحكي ليكي؟ حتى بالعلامة ما إلي. ايه لا ما إلي ولا شيء، كل شيء مثل ما تركناه قبل ما ننام. خل انا شو بدي اوصل على هاي سمار؟ سمار خلي امك تعطيني حصتها بالمصاري وحطها بالبنك وامن عليها. هلا فرحان سايره شوي، مو حامله عقلها وصار معها هيك مصاري فجاه. شبك؟ ايه داب لسانها من كثر ما عم تحطهم. انا فايت لجوا نام. شو فرحان مانك فايت نام؟ بلا وين فايتين تنام ومتاركيني لحالي بهالهم؟ شلون عم نجيكم نوم؟ متعمق. فرضا قلت النوم ان شاء الله عمر المصاري عاد. ايه عمر المصاري؟ نسيت حالك لما دريت بالمصاري شلون فنجرت لي عيونك وانبحتت. قلت لي مرت عمي بقتل قتيل انا، اعطيني حصتي ليكك مرابط هون. اذا مو همك المصاري روح نام ببيتك اريح لك. مرت عمي هلا انت يا طخو يا كسر مخو، هلا ضروري نحط المصاري ونقعد عليهم مثل الدجاج الارقى وننقز من كل اسمة هوا بتهب علينا؟ خلينا نحطهم بالبنك. ليش خلقت البنوك لك؟ يا جماعة في حد بيحط 20 مليون ليرة سوري وبيقعد عليهم تحت وبده يجينه؟ شوفوا اتفقوا، بدكم تعملوا معي دورية، كل واحد بيناوب معي ساعتين. انا اعصابي تلفت ما عم تغفل عيني. شو هالحكي هاد؟ بدي اعرف نام انا مشان بيت هالاستخارة. لك وكل ما غفلت عيني بيجي ببالي فيلم الفيديو هذا الحرامي اللي نط من المدخنة ودبح اهل البيت. لا ويا ريته لا شيء، فما بالك في 20 مليون ليرة بالبيت؟ بدي اقطعنا 20 مليون قطعة شقف ونتف يا امي. والحل امي الحل بدكم تتفقوا مرقولي هالليلة مين بده يناوب معي؟